دكتور سيد، حضرتك مدير حديقة الأورمان، وكنت عايز اعرف من حضرتك النبات ده تحديدا اللي كان الاخوان المعتصمين هنا في ميدان النهضة بيخلعوه ويستخدموه برنيطة على دماغهم. اولا النبات ده من ضمن النباتات النادره في حديقه الاورمان. تمام. ده نبات زهره اللوتس، معروفه عند القدماء المصريين، مش عند المصريين بس الحديثين يعني. ده من نبات القدماء المصريين، معروف كده نبات زهره اللوتس، ومرسوم حتى على الابواب اللي عنده ابواب موجود عليها نبات اللوتس ده. وده احنا بعض الباحثين بيستغلوه في كاستخدام طبي للدوالي، بيتعمل كعجينه كده، وكان ده بمعرفه الدكتور عبد الغني وهو استاذ في معهد بحوث القلب، معهد القومي لبحوث القلب، وكان بياخد النبات ده في قبل ما يجف كده النباتات الاوراق بتاعته، يجففها ويعملها كلبخه للمريض. والدكتور عبد الغني موجود تليفونه لو حد عاوز يرجع له في الكلام ده يعني. تمام. ودي تعتبر من النباتات النادره اللي موجوده في حديقه الاورمان واللي بتتميز بها حديقه الاورمان. يعني في ناس بتيجي لحديقه الاورمان من الدول العربيه تتفرج وتصور البركه بمحتوياتها النباتيه الموجود فيها. تمام. الف شكر لحضرتك يا دكتور سيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك.